شي بالي اللي قديمه. جمال السهل رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارة الأجرة الصغيرة مدينة أكادير، ليلة الأربعاء الخميس واحد ثلاثة ديال المجرمين ركبوا سيارة جديدة من نوع سونديرو، داسيا سونديرو، الرقم ديالها 1231 ديال مدينة أكادير. سرقوا السيارة وعنفوا السائق المهني وهبطوه من السيارة. الآن حاليا السيارة كانت تتجول البارح بالليل، مازال ما عرفنا يعني الجريمة اللي غادي يديروا بهذه السيارة هذه، لأن الهدف ديالهم لا أظن أنها بيع السيارة أو استعمالها كأجزاء سيارات، ولكن ممكن يستعملوها كوسيلة نقل، وخوفا على أطفالنا وعلى بناتنا وعلى عائلتنا وعلى زبناء ديالنا، تنطلبوا من جميع المواطنين باش يساعدونا لإلقاء القبض على هذه المجرمين، ولذلك بإبلاغ الأمن اللي غادي يدير الخدمة ديالو. حنا كسيارة الأجرة الصغيرة مدينة أكادير ولا كاع الإخوان ديالنا في الصنف الأول راهما على علم، والآن راه كلشي رد البال فين غادي تبان هذه السيارة، لكن ممكن تكون داخلة شي كراج ولا تكون ممكن خارجة خارج المجال الحضري لمدينة أكادير. حنا السيارة راه مسورية وغادي تخلص في التأمين إلى تسرقات، ممكن إلى تحرقات غادي تعوض، ولكن الزبناء ديالنا اللي ما بغيناش لهم شي أداء، لأن سيارة الأجرة هي ثقة، ممكن طفل 10 سنين أو 7 سنين أو 6 8 سنين تعطيه الأم ديالو 10 درهم تقول له ركب سيارة الأجرة وجي عندي ولدي للدار، وممكن هاد المجرمين هادي يديروا لنا شي جريمة اللي حنا يعني مازال ما 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 تهنينا ومازال ما بردش القلب ديالنا من الجريمة ديال عدنان اللي روعات المغرب كامل. ولهذا المرجو من جميع المواطنين يساعدونا، واللي شاف شي سيارة داسيا دوبلو في واقفة في شي زنقة ولا في شي حاجة يبلغ الأمن من أجل الإسراع بإيقاف هذه السيارة في الدرجة الأولى في انتظار إلقاء القبض على هذه المجرمين. ونحن كمهني سيارة الأجرة وبصفتي كرئيس الجمعية أطلب من جميع المهنيين أصحاب السيارات يديروا جي بي إس في السيارة ديالهم ويديروا الكاميرات باش يساعدوا لا السائق ولا الزبون يعني في الحماية ديالهم. المرجو من جميع أرباب سيارة الأجرة والمستغلين ديال سيارة الأجرة يركبوا جي بي إس في السيارة ديالهم، راه جي بي إس ما بقاش تتقن بشي حاجة كثيرة باش السيارة في الماكينة غادي تجبد، وبالنسبة للكاميرا راه حتى هي السلامة ديال الزبناء والسلامة ديالنا كاملين كمهنيين، وهذا الشيء هو اللي كاين. بالنسبة لل يعني الزبناء، واش شي حد فيهم يعني تعرض للابتزازة ولا تعرض لشي حاجة؟ مازال ما فرصناش، لأن الأمن هو اللي مكلف الآن حاليا بهذا الملف والشكايات، راه الأمن هما اللي تيتلقاو الشكايات ديال المواطنين. حنا في هذا الصباح هذا الهدف ديالنا هو البحث عن السيارة في الدرجة الأولى باش نوقفوها باش ما ديرش شي جريمة في هذه الليلة. أما ليلة أمس مازال ما عرفنا هذاك الشيء عن الأمن، لأن المجرمين ممكن يديروا كل شيء وممكن ينتظروا حتى الظلام ويخرجوا، لأن الظلام ما تتبانش في السيارات الأجرة واش دوبلو في واش الرقم ديالها. ونتمنوا من يساعدونا المواطنين في الدرجة الأولى، ونتمنوا إن شاء الله ما يكون شي تكون شي مصيبة توقع على يدين هاد المجرمين هادو، وإن شاء الله بإذن الله راه غادي نوفيكم بأي جديد إلا كاين. كتاب رحيل محمد سائق مهني شيفور ديال التاكسي ديال الأجرة صغيرة، وحنا راه مهددين في الصحة ديالنا، مهددين في ما نقدروش نخدموا بالليل وما نقدروش نهزوا ثلاثة الناس نديهم للبعد، إلا قالوا لنا البعد ما كنقدروش نزيدوا معاهم في الطريق، كنخافوا على صحتنا وكنخافوا حتى شحال من واحد تكريسة وشحال من واحد تعرض للقتيل وتعرض للعصا وتعرض لشحال من حاجة وشحال من حاجة لاش تعرض. حنا راه مهددين في هاد الحرفة هادي، كنخرجوا نصوروا واحد شوية وساعة كنصدقوا كنتكفصوا في صواحتنا. الله يجزيكم بخير إلا ما أمر الله الوحيد القاهر.